اقول له هو ايه؟ اوري له وش ازاي؟ اوري له وش ازاي؟ وانا البنت كانت معايا وفي حضني وانا اللي مسؤولة عنها وهو كان سايب البيت، وهو كان سايب البيت. وانا اللي خبيت عليه، بكرة هو هيعرف والناس كلها هتعرف وهتبقى فضيحة بجلاجل. ليه يا ستة خيرية؟ احنا ممكن نكتم على اللي حصل و... نكتم ايه؟ نكتم ايه؟ انتي قصدك ما تعرفيش حاجة؟ دول صوروها في النيابة وبكرة هينزلوها يا اختي في الجرايد وكل الناس هتعرف. واللي ما يشتري هيتفرج. يا مصيبتك يا خيرية، انا مش عارفة اعمل ايه. هروح لمين؟ هروح لمين بس ينجدني؟ يعني يا غلبي يعني. ايه رايك؟ تجنن، دي باين عليها غاليه قوي. مفيش حاجه في الدنيا تغلى عليكي. البسيها كده وريها لي عليكي. هي دي ليا انا؟ شبكتك الرعناع. ايه رايك في ذوقي؟ ولسه ده انا هسيرك من رقبتك لضفر رجليك. والمأذون. مأذون؟ والفرح والمعازيم. ما تعالوا معايا النعناع. يا حن استني بس، هجيب لك شبكه كمان وتبقي اول عروسه تشبك بشبكتي. ولا مليون شبكه ما عطلكش. نعناع هديك 10000 جنيه. 10 ايه؟ هديك 20000، 30، 50000 جنيه. بس هوديني ونتجوز الليله. شوف لك عروسه غير البنات على قفا من يشيل. استني بس يا نعناع، ايه اللي بتعمليه فيا ده؟ يعني حق عليا ان انا رايدك انتي ومستعد انفذ لك كل اللي نفسك فيه؟ على ايد المأذون يا كده، يا ما تلزمنيش. خيريه، حوش اللي اتبعتر منك يا سيد الرجاله. في ايه يا خيريه؟ كنت غايبة فين اليومين اللي فاتوا دول؟ انت يا بنت يطلع منك ده كله انتي؟ انا اللي كنت فاكرك قطة مغمضة، اتاريكي يا اختي ماشي على حل شعرك. انت يا بنت تتجوزي في السر؟ ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ريحيني، ناقصك ايه؟ ده انت عايشة في عز محدش يحلم بيه، ده في بنات غيرك مش لاقيين اللضا، شغالين بلقمتهم بس لا يمكن يعملوا عملتك المهببه دي حتى لو جالهم كنوز الدنيا. انتي ماشي تروح، ماشي ماشي، هسيبك معايا بعدين، فاهمه؟ طبعا ما هو بيت من غير راجل، وراي المثل الغاب القط تلعب يا فار. ده انا سايب لك البيت امانه في رقبتك. توقف يا بنت بتعملي ايه عندك؟ غور يا مصفوفة الرقبة، اعملي لي قهوه، دماغي هتنفجر من المصيبه اللي حصلت. شفتي تربيتك يا هرم؟ وناوي تعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد، الواد الهايف اللي اتجوزته في السر ده يجي يقعد عليها بمأذون ورجله فوق رقبته. مين كان يصدق ان توحة تعمل كده؟ وامها تتهمك انك انت وزيتي اللي خطفوها، وبعدين يطلع ورا الحكاية مصيبة تانية. الله يا بابا، هم صعبانين عليا قوي، وامها صعبانة عليا، الله يكون في عونها. انت كان عندك حق يا بنتي في اللي عملتيه مع بنتك. انا دلوقتي عذرتك، بنات اللي من دول غير بنات زمان، اللي ممكن يعملوه دلوقتي عمر ما حد سمعه قبل كده. بابا، بنتي بتذاكر ولا ما بتذاكرش؟ لا 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 اطمني، هي صحيح قافله اوضتها على نفسها انما بتذاكر وعاوزه تنجح وتجيب مجموع. الو، انا مشيره. لا مش هتكلميها عشان بتذاكر في اوضتها، وانتي كمان بطلي كلام في التليفون وذاكري. الله، طلباتك يا مرشدي بيه؟
هو طلب واحد مفيش غيره، تتجوزها. اتجوز مين؟ تتجوز مامتي. تحت الصعبة تجارة ولا ايه؟ تتجوز بنتي اللي فضحتها بقت على كل لسان واتنشرت كمان في الجرايد، ويا ريتها جت على قد كده. وزارة التربية والتعليم بعتت لها جواب فصل نهائي من كل المدارس بعد اللي اتنشر عنها. وانا هقول لأهلي ايه؟ نعم يا اخويا، هتقول لأهلك ايه يا حبيبي؟ لو انت لسه نغة ما تقولي الواد ده حاجة يا خيري. انت مش راجل ولا مؤاخذة؟ راجل اه، بس انا لسه طالب وبدرس في الجامعة وباخد مصروفي من اهلي. وانت لما لفيت دماغي وحفيت ورايا عشان اوافق اتجوزك عرفي، ما كنتش عارف انك طالب وبتاخد مصروف من امك يا روح امك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا جايبيني هنا تشتم ولا ايه؟ وانت لسه شفت حاجه يا نادل يا جبان؟ واما انت خايف على شعور اهلك كده قوي، ما فكرتش ليه على شعور اهلي انا لما اتجوزتني في السر؟ انت اللي كان لازم تفكري فيهم مش انا يا قلبي. وبعدين انا مش اول واحد ولا اخر واحد يعمل كده، كتير غيرنا اتجوزوا في السر وبعد كده كل واحد بيروح لحاله، لا من شاف ولا من داري. انت بس اللي حظك وحش. اعمل لك انا ايه يا قلبي؟ يعني انا بالنسبه لك كنت مجرد واحده تقضي معاها يومين وكل واحد يروح لحاله؟ انا ما غصبتكيش على حاجه يا قلبي. وحبك ليا وسهر الليالي ومش عارف تعيش من غيري، وانك هتخلص جامعه وتيجي جري تخطبني من اهلي. مش وقت اعتاب. جواز انا راجل مش بتاع جواز، انا يا دوبك لسه بكالوريوس. اه يا نادلي يا واطي يا نادلي. انت يا جماعه انا مجنون يا اسخ راسي، غور على وقتك. ماشي يا مقصوف في الرقبه. ماشي يا مدحت، هتروح مني فين؟ حسابك معايا بعدين. دي مجنونه، شفت عامل فيها ايه دلوقتي؟ وماله يا قلبي؟ مش حبيبتك؟ ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. مش دي برضه حبيبتك اللي ما كنتش بتعرف تنام الليالي علشانها، اللي كنت مش قادر تعيش من غيرها؟ هي دلوقتي بقت مرات القانون. كل ما فيها ان احنا هنجيب المأذون ونعمل لكم حفله وشويه هيصه. وبعدين؟ وانا قبليه اقعد يا قلبي. هتسكن معانا وتعيش متهني ومتعزز انت وعروستك، وكل يوم الصبح هتاخد المصروف اللي انت عاوزه لغايه ما تخلص كليتك بالسلامه. وبعد ما تخلص الكليه وظيفتك عندي في مصنعي، وظيفه كنت عمرك ما تحلم بيها ولا بمرتبها. وبعدين انا مش هكلفك حاجه ابدا، انا كل اللي عاوزه منك شنطه هدومك، ولو ما عندكش هدوم انا اجيبها لك. خليه يطلعني، انا مش عايزاه. الناس تستقبل الجبان يا حرام، طلعني. ما تقولي حاجه لبنتك دي يا خيريه، انت خرستي ليه؟ سيبك منهم، خليك معانا. قلت ايه؟ اديني فرصه افكر. ماشي، بس ما تتاخرش عليا، ازعل منك ها؟ وليك عليا اول ما ترجع لي بالبشره والقبول ليك مني 20 باكو هديه في السر بيني وبينك. اصل انا احب راجل جدع قوي، خصوصا بقى لو كان جوز بنتي اللي ما حلتيش غيرها. بصراحه اللي حصل لتوحه ده كان نتيجه طبيعيه لحاجات كتيره قوي بتحصل عندنا في البيت يا طنط. يعني دلعها الزايد والحريه الزايده اللي كانت واخده عليها من غير ما حد يقدر يحاسبها. وانا حاولت كتير عشان اتناقش مع ماما واحذرها من الموضوع ده، لكن للاسف ما كانش فيه فايده. يعني انت مش ناوي ترجع البيت تاني؟ انا خلاص يا طنط، اخدت شقه صغيره عشان اقدر ادفع ايجارها، ويعني بشتغل محاسب في شركه صغيره دلوقتي. يعني زي ما حضرتك بتقولي كده، بحاول اكون نفسي وابني مستقبلي بغض النظر عن الصعوبات اللي ممكن اواجهها. تعرف انك انت بتفكرني بجوزي الله يرحمه؟ عمي سالم. بتفكرني بيه في انسانيته وادبه واخلاقه، حتى اسمك شبهه. الله يرحمه. الله يرحمه. عموما انا كنت متاكده انك هتيجي تسال عليا انا وفرح وتامر، وانا كنت شايله لك امانه عندي. امانه ليه انا عند حضرتك؟ لحظه واحده.
الفلوس دي اللي انت اديتها لفرح بنتي، ناقصين مبلغ صغير لانها كانت محتاجه تشتري شويه حاجات. انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم كل حاجه. انا عارفه ان ده حقي وحق اولادي، لكن انا مش عجباني الطريقه اللي جت بيها الفلوس. وبعدين ما تنساش ان الفلوس دي سبب انك انت تخسر اهلك وشغلك وبيتك، يعني انت ليك في الفلوس دي زي ولادي ما ليهم بالظبط. وضحي بنتي، انا مش فاهم انت قصدك ايه. يعني سلامه ياخد الفلوس دي ويبتدي بيهم مشروع صغير، وحق ولادي محفوظ معاه. ايوه يا طنط، لكن ايه كلام فاتن عين العقل. وبعدين يا ابني انت كده بالشكل ده تحل مشاكلك، وبعدين المكسب اللي ربنا هيكرمك منه من المشروع ده تقسمه بينك وبين فاتن وولادك. بصراحه انا مش عارف اقول لكم ايه. لو كنت اقدر اساعدك باكتر من كده كنت ساعدتك. عارفه يا طنط فاتن، انا طول عمري كان نفسي بلاقي ام زيك. في ناس يا ابني بيبقوا عايشين في وسط ابوهم وامهم وبيحسوا باليتم، ويتمهم بيبقى اصعب من اللي ابوهم وامهم ماتوا. ربنا معاك يا ابني، بس ما تزعلش ان احنا عاوزين محامي يكتب عقد عشان كل واحد يعرف حقه. احنا مش بنخونك، بس على راي المثل اذا كنت اخوات اتحاسبوا. ماشي يا عم فخري، انا مش هرفض لك طلب، انا موافق. على بركه الله، بكره بقى نشوف محامي يكتب العقد ويخلص كل الاجراءات. انا مش مصدق نفسي، حاسس ان زي ما اكون بحلم. مش قلت لك يا ابني ان فرج ربنا قريب؟ بقى معقول الفلوس دي كلها تكون في ايدي ومره واحده، وبعد ما كنت بدور على شغل بقيت انا صاحب الشغل؟ الظاهر ان الست فاتن دي ست طيبه، مهما اوصفها لك مش هقدر اوفيها حقها. ما تنساش كمان ان الفلوس دي فلوس حلال، عشان كده لازم تخلي بالك منها كويس. لا من ناحيه دي اطمن، ما تخافش على صاحبك. انا جريت على البنك وفتحت حساب بالمبلغ عقبال ما ابتدي اجراءات تاسيس الشركه الجديده. خير ما فعلك. تعرف يا راجل عجوز، انا ناوي اشتغل في اللي بفهم فيه، في الورق والكرتون. ناوي حتى أأجر شقة إن شاء الله حتى تكون في حي شعبي عشان تكون مقر جديد للشركة، وعين لي قد موظف ولا اتنين في البداية عشان ما حملش الشركة مصاريف ملهاش لازمة. وحاسس إن شاء الله إن ربنا هيكرمني، مش عشان أنا، عشان طنط فاتن وولادها. بإذن الله بإذن الله. كنت فين يا ابني؟ سبتنا ومشيت ليه؟ يا ريتك ما كنت خطيت بره البيت، ويا ريتني كنت سمعت كلامك، ما كانش جرى اللي جرى. كفايه يا ماما ارجوكي. كلكم والفضايح والعاركم تاني، ده انا مش عارفه اودي وشي من الناس فين. مش قادره اخطي بره البيت. مش عايزه اشوف حد، ده حتى المكواجي والبواب عيني مكسورة لما ببص في عينيهم. حبيبتي الدموع والندم مش هيفيدوا بحاجة دلوقتي. اللي حصل حصل، بكرة إن شاء الله كل حاجة هتبقى أحسن. الحمد لله على السلامة أستاذ سلامة. الله يسلمك يا بابا. كنت فين يا حيلة؟ بقى انا قاعد اسيب البيت وفاكر ان انا سايب ورايا الراجل اعتمد عليه، او ما ارجع الاقي مصيبه وفضيحه وانت طفشان من البيت زي العيال الصغيره. انا قاعد احرسك على مالي، اقول اهو مالي ابني برضه، تقوم انت اللي تسرقني؟ ما سرقتش حاجه يا بابا، الفلوس دي من الاول ما كانتش فلوسنا وهي رجعت لاصحابها. الفلوس اللي انت خدتها دي لازم ترجع، وانا مش هيحصل لك طيب. يا ريت الفلوس ترجع اللي راح. ما هي تربيتك يا اختي، تربيتك. وعلى رأي المثل اقفل القدر على فمها. ها انا ماشي يا ماما، حضرتك عايزه حاجه؟ ما تمشيش يا ابني، خليك معانا. سيبيه هو اللي رفض النعمه برجليه، سيبيه يتلطم بره عشان يعرف العز اللي كان عايش فيه. خليه يشتغل عند الغريب ويتمرمط
عشان كم ملطوش كل اخر شهر. يبقى سلمنا على الست فاتن. عموما انا مسامح في المبلغ اللي خليته، مش خساره في ولادها. اما انت بقى بالسلامه وتبقاش تقطع الجوابات، وابقى طمنا عليك كل كام شهر كده مره. ها انت خلاص بقيت راجل، لازم تعتمد على نفسك، ما تستناش مساعده من ابوك ولا امك. هلا ماشي. سلام. ازيك يا توحة؟ وحشتيني. أنا مش عايزة أتجوز من حد خالص، أنا بكرهه، بكرهه يا سلام، أنا بكرهه جدا. معلش يا توحة، للأسف مفيش طريقة تانية، انت اللي اخترتي مصيرك بإيدك. أيوة بس ده طلع نادل ولف دماغي وضحك علي. توحة أعتقد ان انت ما عملتيش حاجة غصب عنك، أعتقد برضو ان انت من البنات اللي مش ممكن يضحك عليهم بمجرد كلمة حلوة. انا حاسس كده ان فرحتك ناقصه. روحي عند ماما وجعني قوي يا ام احمد، اول مره اشوفها مكسوره بالشكل ده. ما هو مفيش حاجه تكسر البدقان غير الظلام. ولا توحى هي كمان، بس هنعمل ايه بقى؟ هيفيد بيه الندم دلوقتي. بابوك عامل ايه؟ بابا والله ما انا عارف اقول لك ايه يا ام احمد. بابا زي ما يكون شمتان في اللي حصل في ماما. حتى اللي ما قاليش تعالى يا ابني خليك اقعد جنبنا في المصيبه اللي احنا فيها، كانه ما صدق وخلص مني. ما تقولش كده امان. خايف قوي يا ام احمد. خايف من ايه؟ خايف ليكون اللي حصل ده مش مجرد نهايه للسايبان اللي كان عندنا في البيت، خايف ليكون اللي جاي اسوأ منه، وساعتها اي حاجه حصلت مفيش اي حد هيقف قصادها، لا انا ولا اي حد تاني. انت بالعقد ده ضمنت حقك وحق اولادك عشان ما حدش بعد كده يضحك عليكم وياكل حقوقكم. بصراحه يا بابا انا ما كنتش اتصور ان حق اولادي يرجع بالطريقه دي. اللي عملتيه يا بنتي عين العقل، والفلوس دي اذا ما كنتيش انت عاوزاها ولادك كان هيتعجنها، وبعدين ده حقهم حتى لو انت رافضه الطريقه اللي رجع بيها الحق الضايع ده. عموما يا بابا فلوس الشركه دي مش هتتلمس، هتفضل لتامر والفرح. ان شاء الله يا بنتي، ربنا يفرحك بيهم ويسعدك بيهم وحقق كل اللي بتتمنيه. اتفضلي عقد الشركة عشان تضمني جهازك، ان شاء الله تكوني مبسوطة. مفروض حضرتك كمان تكوني مبسوطة. مالكيش دعوة بيا. انا عن نفسي مبسوطة ان حقنا رجع لنا ومش ندمانة على أي حاجة. العياده زحمه النهارده قوي. اصل يوم الاثنين والاربع دول بتوع الدكتور رياض بتبقى العياده زحمه قوي. اصله ايه؟ دكتور شاطر. نمره 16.
مش عارفة أعمل إيه مع رنا يا فاتن. كل يوم تسألني عن وصال، واضح إنها حبيتها قوي، تعلقت بيها زيادة عن اللزوم. هديكي شايفاها أهي في النادي ومش عايزة تلعب. أنا مش عارفة أعمل إيه. أمال أنا أعمل إيه يا نجلة؟ أنا بقيتش عارفة أعمل حاجة من غيرها. مش عارفة اختلافي معاها كان صح ولا غلط، مشكلتي مع بنتي مين فينا اللي كان صح مين فينا اللي غلط. انت عارفه ان وصال دي صديقه عمري، ماليش في الدنيا غيرها، طول عمرها بتشاركني في افراحي وفي احزاني في كل حياتي، مفيش حاجه بخبيها عنها. انا عايزه اقول لك اني حاسه ان انا زي التايهه من غيرها، مش قادره احكي لك انا عامله ازاي، حاسه بوحده فظيعه، هتجنن من غيرها، هتجنن. فاتن لازم تسألي على وصال وتطمني عليها. الصديق الحقيقي اللي بجد بقى عملة نادرة، ما يصحش أبدا نفرط فيه، لازم نحافظ عليه. هي بقى لها فترة واخدة أجازة وأنا ما سألتش عليها حتى بالتليفون، مع إني مرات لما بتوحشني قوي بسمع صوتها وبقفل. مش قادرة أحكي لك، في حاجات كتيرة جدا ناقصاني من غيرها. بتقول لك ايه؟ بتقول انها زهقت من اللعب وعايزه تروح. افتح بقك كده تاني يا محمد. ايوه خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. هو عنده التهاب في اللوز، واضح ان دور البرد اللي كان عنده ما اتعالجش منه كويس. شوف يا ست انا هكتب لك على دوايين تديهم. ده انتيبيوتيك هتدوله مرتين في اليوم، ودواء شرب ثلاث مرات في اليوم، وتجيلي يوم الاثنين اشوف وان شاء الله هيبقى كويس. شكرا يا دكتور، ربنا يجعل الشفاء على ايديك يا رب. الله يخليكي، مع سلامه الله. الف سلام. هيا صفيه تعالي. في حد تاني؟ لا يا دكتور، بس في واحدة ست قاعدة من بدري برا. يعني عايزة تكشف؟ لا يا دكتور، دي معهاش أطفال خالص، وجت من يجي ساعتين وقعدت شوية وبعدين خرجت ورجعت معها لعب وحلويات قد كده، وفرقتها على كل الأطفال اللي كانوا موجودين مع أمهاتهم عشان يكشفوا. لعب وحلويات وزعتها على الأطفال؟ غريبة أوي، مين الست دي؟ معرفش يا دكتور، هي قالت لي إنها مش مستعجلة وهتستنى حضرتك لحد ما تخلص كل الكشوفات. دي حتى مرضيش تقولي على اسمها. اشوف. وصل. اللي انا مش قادر افهمه، انا ما قلتلكيش على اسم المستشفى اللي انا شغال فيها، انت عرفت ازاي؟ انا لما عاوز اعرف حاجة بعرفها. طب مش كنت قلتيلي انك جايه؟ لا كده المفاجاه تبقى احلى. بس انت عارف يا رياض، انا مفاجاتي الحقيقيه الامهات. ما عندكش فكره كانوا قاعدين واثقين انه انت ان شاء الله هتبقى سبب في ان ولادهم يخس. تقومي يا وصال تقعدي تستني في العياده اكتر من ساعتين؟ انت لو بتحب حد هتستنى له عمره كله. انا عارفه ان انت مستغرب، بس انا ما اتعودتش اخبي مشاعري ولا اعتبرها عيب، إلا لو أنت بقى يعني من صاحب الآراء الرجعية. لا بالعكس، أنا معجب جدا بشخصيتك وبآرائك وبجرأتك. هو أنت بتعتبر الكلام اللي أنا قلته جرأة؟ لا لا، مش قصدي يا وصال، أنا قصدي صدق في مشاعرك واندفاعك في عواطفك. ما عندكيش فكرة، أنت اختصرت عليا طريق طويل، أنا ما كنتش عارف أبتدي معاك منين. أنا اللي ابتديت، كمل أنت. بصراحة انت بقيتي أغلى حاجة في حياتي، يعني ما بقيتش أقدر أستغنى عنك. كلام زي ده المفروض تقوله وأنت سعيد، أمال أنا ليه حاسة إنك حزين؟ تفتكري أوصل آخر قصة حبنا دي إيه؟ السؤال ده المفروض أنت اللي تجاوب عليه مش أنا. بصراحة أوصل أنا ما
مش هقدر اتجوزك. ما احنا مش هنتجوز بكره. انا عارف ان احنا مش هنتجوز بكره، بس لازم اكون امين وواضح معاكي. انا ظروفي الماديه ما تسمحليش لا بالارتباط ولا الجواز ولا حتى تاسيس بيت. طيب انا ممكن اطلب منك طلب وتوعدي انك تنفذه؟ اوعدك. بلاش نتكلم في الماديات دلوقتي، اهم حاجه بس ان احنا نتاكد من مشاعرنا. الترتيبات دي هتيجي بعد كده، احلى حاجه ان احنا مع بعض دلوقتي. طيب ممكن بقى تقومي توصليني لحد المطعم لان انا اتاخرت على الشغل. النهارده اجازه. ايه اجازه ازاي؟ اجازه من كل حاجه الا مني انا. ممكن بقى نطلب العشاء؟ ايوه بس على شرط انا اللي هحاسب. وانا موافقه. على فكره وصل، انا عايز اقول لك قد كده انت انسانه عظيمه ونبيله. انت لا تتخيلي النهارده الاطفال كانوا سعداء ازاي وهم داخلين يكشفوا وكل واحد معاه الهدايا اللي انت جبتيها. متصورش انا بحب الاطفال قد ايه، خصوصا بقى لما تبقى انت كمان الدكتور بتاعهم. حضرتك تمرين بحاجه تانية يا باشمهندسه؟ انا ولا اي حاجه، انا كده كويسه قوي. اركن العربيه وتفضل انت. حاضر. تصبح على خير. من اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه استهان. يسلمك. انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ روح اتفرج على التلفزيون، احلم احلام سعيده. ايه الوقفه اللي انتوا واقفينها دي؟ سلام يا ست وصال. الله يسلم حضرتك، ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ معقول يجي لي نوم قبل ما اطمن عليك انك رجعتي؟ تالت مره الاسبوع ده ترجعي فيه متاخره بالليل، ده زائد انك بقالك اسبوع ما رحتيش شغلك. اولا احنا اتفقنا ما نقلقش على بعض، حصل ولا لا. ثانيا انا اجازاتي كتير جدا، فرصه اسرح من الصحيان بدري وخلص. وما فكرتيش يا حبيبتي الجيران ممكن يقولوا عليكي ايه لما يشوفوكي راجعه بالليل متاخره بالشكل ده؟ قولي لهم بكره تسمعوا اخبار حلوه ان شاء الله تفرحوا لها. اخبار ايه الحلو؟ الاخبار اللي نفسك تسمعيها بقالك سنين. معلش بعدين بقى نتكلم في الموضوع ده عشان انا كبس عليا النوم. تصبحوا على خير. سمعتي فاهم؟ سمعتي الكلام اللي قالته؟ سمعته يا ست دولت. طب لما في عريس ما بتقوليش ليه؟ خايفة يكون هلفوت زي اللي حبيته زمان وانا رفضته. وفرض ان طلع زيه المرة دي، هتقولي لها برضو لا؟ لا لا وستين لا كمان. شايف الجو حلو ازاي؟ جميل. ازيك يا ماما؟ يلا يا عم. هي كنت عايز اسالك سؤال بس، هي طنط وصال ما بقتش تيجي تزورنا ليه؟ ايوه عندك حق يا تامر، الا ما بقت تتصل بيها عشان تطمن عليا زي عوايدها. الحكايه يا فاتن؟ لا يا بابا ما فيش اي حاجه، دي بتكلمني على طول بس وبتدايما بتطمن عليك، بس هي مشغوله شويه. يا سلام، طنط وصال هتنشغل عنا؟ يعني انت ايه حكايتك النهارده يا تامر؟ ايه ماما ولا حكايه ولا حاجه، احنا بس مش متعودين على غيابها كده بالطريقه دي. انتوا مين انتوا يعني؟ فرح وانا، بس احنا كنا جايين نستأذنك، يعني ممكن نروح لها؟ اه طبعا تروحوا لها وانا همنعكم عنها، بس قبل ما تطبوا زي القدر مستعجل كده تكلموها في التليفون تشوف اذا كانت موجوده في البيت ولا لا، وتبلغوها سلام وتقولوا لها انها وحشاني وحشاني جدا ومش هصالحها الا لما تيجي تقول لي انت وحشني يا عم فخري. ده انتوا وحشتوني بجنان. يلا جدع ونبي حضرينا العشاء، خلينا نتعشى سوا. لا 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 عشاء ايه يا طنط، ده احنا لسه متغدين من شويه. وبعدين كفايه اللي احنا كلنا ده كله. يعني انتوا خلاص ما وحشكوش المحمر والمشمر بتاع دادا فهيمه؟ يمكن يا بنتي، بس اوعى تنسوا تسلموا لي على الست فاتن وقولوا لها انها وحشتني قوي. حاضر يا بنتي. ماما ازيها بقى عامله ايه؟ اصل انا بقالي كتير ما شفتهاش، انا اصل واخده اجازه من الشغل، بس احنا على طول مع بعض على التليفون. هي كويسه يا طنط وتسلم على حضرتك. وجده كمان كويس، بس زعلان من حضرتك قوي. زعلان مني انا؟ معلش علشان ما بتساليش عليه حتى بالتليفون. هو عنده حق، انا غلطان. هو حضرتك ما بتجيش عندنا ليه يا طنط؟
هو حضرتك زعلانة مننا؟ أنا؟ لا لا طبعاً أزعل منكوا ليه؟ يبقى زعلانة من ماما. أنا أزعل من فاتن؟ إيه العبط ده؟ بس اطلع منها أنت اطلع. هو أنا بس أنا عندي ظروف اليومين دول، فهي شوية اللي منعاني. أيوة اللي هي إيه بقى الظروف دي؟ اللي هي أنا قررت أتخطب. يعني إيه تتخطب؟ معرفش يا ماما، هي قالت لنا كده. وقالت لك إيه كمان؟ طمنتنا عليها وسألت عليكي. سألك عليا إزاي يعني؟ نعم زي أي حد ما بيسأل على أي حد يا ماما. إيه يعني قالت لك إيه؟ حاضر يا ماما. قالت لي إزاي يا ماما، عامل إيه، كويسة؟ أصل أنا بقالي كتير ما بسمعش صوتها في التليفون ولا بشوفها. وسألت عليك أنت كمان يا جدو. بس قالت لنا بقى قولوا لجدو ما يزعلش مني عشان أنا مشغول عنه اليومين دول. وعارفة يا ماما بقى، ده فهيمة، ده فهيمة أكلتنا طرط وجاتوهات وبيبسي وسليزون وإيه، وكنا هنتعشى لولا بنتك. قالت لنا لأ إحنا كده اتأخرنا. طب وبعدين؟ إيه يا ماما وبعدين إيه؟ كمل، يعني إيه حكاية العريس ده اللي عايز يخطبها؟ أنا مالي يا ماما، واحدة وعايزة تتجوز، أنا مال أنا؟ أنا هقوم أغير هدومي. بقول لك إيه، أقعد هنا. كمل احكي لي. احكي لي، احكي لي شوية. حاضر يا ماما، احكي لك إيه يا ماما؟ أنت لا عارف تحكي ولا عارف تتكلم ولا عارف تعمل أي حاجة ولا عارف تريحني. أف. ما قلتلكش حاجة تانية؟ ايه ده يا ماما اللي مطلع حضرتك السلم دلوقتي؟ ايدك يا حبيبتي، عامل ايه؟ بقالي كتير ما شفتكيش. قلقت عليك يا بنتي، قلت اجي اشوفك. مالك فيكي ايه؟ مانيش عارفه انتي مبسوطه ولا حزينه. ده انتي حتى بقالك كذا يوم البيانو ما جيتيش ناحيه ولا فتحتي ولا عزفتي اي حاجه. مفيش حاجه يا ماما، بس حضرتك ما تشغليش نفسك بيا كده. طب يلا تعالي يا حبيبتي تعشي معايا تحت. معلش بالهنا والشفا انتي، انا هنام. لا في حاجه يا وصال، انا امك وحاسه بيكي. قولي لي يا حبيبتي، افتحي لي قلبك. مفيش حاجه يا ماما، الحمد لله. حتى العشاء رفضت تنزل تتعشى وياي. قال ايه؟ بتقول ملهاش نفس. انا كمان ملاحظة عليها اليومين دول انها مش مبسوطة، بتضحك قدامنا علشان تدري اللي جواها، مع انها المفروض انها تبقى مبسوطة وسعيدة علشان العريس اللي قالت لنا عليه. انا عارفة ايه اللي مزعلها ومخلي نفسيتها بالشكل ده. عارفة؟ ايوه، فاتن صاحبتها. مالها؟ مش ملاحظة اليومين دول إن علاقتهم ما بقتش زي الأول؟ ما بيشوفوش بعض على طول ولا بيكلموا بعض في تليفون. أيوة صحيح، إزاي ما خدتش بالي؟ وصال ملهاش حد في الدنيا غير فاتن صاحبتها، لا ليها أخ ولا أخت ولا أصدقاء تانيين. يعني أنا لو مت هتلاقي روحها وحيدة في الدنيا. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده. أنا صحتي كل مادة في النازل، ولو عشت لها النهاردة مش هعيش بكرة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس أنا بقى واثقة ومتأكدة إن هتجيلك يوم وتقولك تعالي بينا نخرج يا ماما. ساعتها بقى ابقي فاتحيها في كل حاجة. هو حضرتك هتنامي من غير ما تاخدي الدواء؟ دواء؟ آه يا ريته فايدة. اتفضلوا.
شفتي العز اللي عايشين فيه؟ انت بتقولي فيها دي شقه ولا في الاحلام؟ اه كلهم شقنا وعرقنا. امال فين ام العروسه؟ لحد شافها الليله ولا حضرت الفرح؟ فرح فرح ايه بلا خيبه؟ دي العروسه زي ما تكون مضروبه على قلبها ومشربين لها العريس كده بشربه خروع. تحمد ربنا انه رضي يتجوزها بعد ما سيرتها ما بقت على كل لسان. بس اللي اسمه مرشدي ده يستاهل، اهو اللي عامله في بنات الناس اهو اتعمل كله في بيته. ايه يا اختي منك ليه؟ انتوا ما بتزغرتوش ليه؟ ده كل واحده فيكم لسانها طول ومتر وما بتبطلش راغي. اتخرصت دلوقتي ليه؟ بتزغرت يا بنتي منك ليه؟ يلا يا اختي منك ليه؟ طريق السلام. يلا متشكرين. متشكر يا عوض. ودي كل واحدة حضرت الفرع 20 جنيه. لا 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 20 ده ايه يا مرشدي بيه؟ احنا متفقين على 50 عشان نعمل للعريس والعروسة منظر. حر ونار في جتتكو. اديهم اللي هم عاوزينه وخدهم على اي محل كشري عشيهم. لا يقولوا اهل العروسة ما عشوناش في الفرح، حكيمان عارفهم. امرك مرشدي بيه. يلا 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 متشكرين. يلا يا بنت يلا يا بنت. شوفي اخويا ماشية ازاي. ما تمد يا بنت انت وسطك منمل. يلا يلا. يلا عريس خد عروستك وادخلوا اوضه نومكم. يلا عشان ترتاحوا، ده انتوا تلاقيكم تعبانين اخر تعب. يلا يا بنت يلا وراها وراها، انت هتعرف السكه. يلا مبروك يا مرشدي بيه. يا ساتر يا رب يا ساتر. أنا لما بشوفك بتشائم. في إيه؟ ستك فين؟ في أوضتها حبسة نفسها. أمال يا أختي ما تتحبسي أنت أخرى الحبسة الكبيرة وارتاح منك. أوعي خليني أعدي. أوعي. في إيه؟ مالك كده زي ما أكون ميتلك ميت؟ تحمدي ربنا ان انا سطرت البيت ولميت الفضيحه. في عروسه امها ما تحضرش فرحها. انا ما عزمتش حد من العيله، كلهم لسانهم طويل وعاوزين جنازه يشبعوا فيها لطم، وانا مش ناقص. وقال العريس كلهم رفضوا يحضروا زي ما يكونوا مش موافقين على الجوازه ولا حتى على النسب. بس احسن لو خدنا الواد بطوله بشنطه هدومه عشان نعرف نمشيه على مزاجنا احنا. بس انا برضو صرفت لميت كل عمال المصنع وموظفينه عشان يعملوا منظر في الفرح. انت مش ناويه تقومي تباركي العروسه؟ سيبني سيبني يا مرشدي سيبني في اللي انا فيه. ماشي خيريه، انا هسيبك هسيبك خالص وحريحك مني. بس بقى من هنا ورايح في حاجة لازم تعرفيها وتحطيها حلقة في ودنك. من الليلة الكلمة هتبقى كلمتي والشورى شورتي. ومن هنا ورايح هبقى أنا راجل البيت، ومفيش حاجة هتحصل في البيت ده إلا بأمري. واللي مش عاجبه يشرب من البحر والباب يفوت جمل.